اليوم بأوتو فوكس رح نتعرف على مصنع جديد عم يدخل على السوق اللبناني بالفترة الأخيرة، ومعنا مسيو جيف مراد من بازرجي جروب. هاي جيف. هاي جوز. كيف اليوم؟ يعني بايك هو مصنع جديد عم تشوفه بالسوق اللبناني، بدنا ناخذ فكرة أوضح عنك، يعني العالم ما بيعرفوا كثير عنا. شو بنحكي كانترودكشن عن هالمصنع؟ أكيد. هلا أول شيء عنا اليوم معنا البايك واي إكس. البايك واي إكس هي صانع تابع لبايك جروب بوسين. والجروب بايك صانع عتيق جدا عريق، صار عمره فوق 50 سنة بالسوق يعني بالصين. ومن هيك بلشوا يصنعوا أول شيء كتشي سيارات للعسكر، بعدين بلشوا يتطوروا أكثر، حتى آخر شيء صاروا يصنعوا سيارات أوروبية، ومن هون طلعوا كمان وصنعوا البايك واي إكس. بايك واي اكس اللي معنا اليوم حلو فيها انه كثير فيها وسعة من جوا، و اتس 7 سيتر كار، وراح نتعرف عليها اكثر من الداخل بعد لحظات. وعم نشوف كمان اداء عالية، يعني فيها هيد روم كثير مهمة، اي شخص مهما كان طوله او عرضه بيساعد فيها بطريقة كثير مرتاحة من جوا. شكل خلفي بما انه صارت السيارة الى جنبنا، شو بدنا نحكي اكثر عنها جيف كشكل؟ البايك M20، البايك واي اكس M20 مثل ما حكينا انه سياره واسعه، بيكون من الطول لانه كمان عندك سياره طويله جدا، بيصير الليج روم تبعك انت وقاعد كمان مرتاح، ما بيدق بالكرسي الادمانيه. ومش بس هيك، مثل ما قلت جورج، كمان عاليه مثل ما قلت، الهيد روم حدا طويل، حدا يعني اهم شيء زبون يضل مرتاح هو وقاعد بقلبه، يكون عائلة كبيرة، يكونوا الناس مرتاحين. يعني هي كسيجمنت اتس فاميلي كار. اكيد اكيد. اتس ا بيج فاميلي كار سينس اتس 7 سيتر، 7 ركاب. اكيد. بعد شوي حنتفاجئ بس نعرف سعرها بختام حديثنا، اكيد قد ايه سعرها منافس بالسوق. نخليها للاخر؟ نخليها. رح نشوف من الداخل. انا حبيت افتح الباب الخلفي اكثر لتبين اكثر سعة السيارة. بداية رح نشوف من الناحية الأمامية، وكمان ناخد نظرة شاملة عليها. مثل ما لاحظتوا مشاهدينا it's a 7 seater car، ومن وراء الحلو كتير انه كرستين منفصلين عن بعض، يعني بيقدر الشخص اللي فايت لآخر السيارة يفوت بكل سهولة. هلأ جورج، هون بخصوص الكرستين، في عنا سيارات كمان بايك واي اكس M20 بتجي من ورا بون. اوكي. حتى لانه للعيال مثلا ما بيعوزوا ياخذوا حسب ذوق، حسب ذوق والنيد تبع كل شخص. نعم. يعني. ومش بس هيك، الاشخاص اللي قاعدين ورا كمان في عندهم اي سي، كل الشبابيك ورا بيفتحوا، وال يعني اهم شيء الزبون هو قاعد يكون مرتاح بقلب السياره. كمان مثل ما عم نشوف بالكابن من الناحية الأمامية، إذا عم نشان نستعرضها، في عنا سكرين مبينة بمنتصف السيارة. أكيد. هيدا الديسبلاي شو عم بيعطينا بالسيارة؟ هيدا السكرين أول شيء بيعطيك جي بي إس، بيعطيك سكرين تاتش كمان. نعم. إكويبت كمان مع بلوتوث، دونك وحتى البلوتوث وكل شيء ستيرينج موجود كمان على الستيرينج ويل، دونك صار فيك تعمل كوماند على كل شيء من الفولون، حتى أكيد تضل مركز على الطرقات وما يصير في حيلا. اليوم معنا لون كتير حلو، شو الألوان المتاحة ببايك؟ أكيد كل الألوان متوفرة عنا، في عنا من اللون الكحلي مثل ما أنك شايف، اللون الكحلي كمان بيعطي كونتراست مع الكالندر الكروم مثلا، في عنا لون أبيض، لون سيلفر. نعم، هذا لون كتير لافت على كل حال. ما ذكرنا عنا اليو اس بي، الأوكسيلري سيستم، البلوتوث سيستم، كله موجودين بالسيارة، يعني هيدي كمان شغلة لافتة جدا جيف. أكيد. البايك. نعم. يعني مش بس هيك، حتى بيهمنا كمان السيفتي تبع العيال، حتى إكويب مع أبي إس أوبي دي، كل شيء سيستم للفريمات حتى توقف السيارة مزبوط، خصوصا مع طقسنا. عندك كمان الايرباكس كمان للدرايفر والباسنجر. كمان اتس ا فول اوبشن كار. ومش بس هيك، كمان جورج بمحرك 1500 سي سي. هالمحرك كمان فيه سيستم الفي في تي، بيعطيك قوه اكثر مثل ما اكيد انت بتعرف على ار بي ام اوتو، بيصير عندك مصروف بنزين احسن، ومشان هيك كمان مصروف البنزين تبعك كمان انه ممتاز بطبيعه الحال. صح. Thank you Jeff. بس بدنا نذكر بسعر هالبايك المفاجئ، وهو 10900 دولار بس. نعم. كمان في شوروم موزعين نقدر نشوف السيارة، في كفالة على السيارة، الشوروم كلها اكيد موجودة. نعم. المين شوروم عندنا بنهر الموت على الطريق المتن السريع، وكمان بهيدي الشوروم كمان نستفيد عندنا جراج، الجراج تبعنا 4000 متر مربع،
القطع اكيد موجوده كلها، والاسعار اكيد ما لازم يعطلوا هم، اسعارنا كلها مدروسه. ومش بس هيك، الزبون هو عم بيشرب فنجان القهوه بيقدر يشوف سيارته هي عم تتصلح. ثانك يو جيف على كل هالمعلومات. مشاهدينا ويلرز دوت مي لتعرفوا اكثر كمان عن اوتوفوكس وعالم السيارات بشكل عام. الى اللقاء.